وبالعودة للشأن السوداني وما يحدث على الحدود بينه وبين إثيوبيا، ينضم إلينا الدكتور محمد أحمد ضوينة، الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني، عبر الهاتف من الصنبول. أهلا بك معنا سيد ضوينة. أهلا بك أخي. أهلا بك سيد ضوينة. تصاعدت الاتهامات المتبادلة كما تعلم والتحركات العسكرية على جانبي الحدود خلال الأيام القليلة الماضية، هل من ربط بين فشل اجتماعات اللجنة المشتركة للحدود بين البلدين وبين التحركات العسكرية والتصعيد؟ أمران أخي لا ينفصلان عن بعضهما أبدا، قضية صد النهضة وقضية التوتر بين السودان وأثيوبيا في الحدود السودانية، لا سيما وأن مكان التوتر هو ومكان الحرب الدائرة الآن مرمى حجر من سد النهضة، يعني قريبة جدا قاب قوسين أو أدنى. الأمر برمته، السودان أراد أن يحافظ على حدوده الجغرافية التاريخية المعروفة المكتسبة، خاصة في منطقة الفشق. هذه منطقة هي منطقة سودانية كاملة 100%، ولكن كان فيها وجود أثيوبي غير شرعي، استغلوا انشغال السودان بحروبات في جنوب السودان ودارفور وبعض الأزمات، وخاصة أيضا بعد الثورة السودانية، واستغلوا الهشاشات الأمنية، ظنوا أن الجيش السوداني أيضا هش، وبالتالي أرادوا كيدا بالجيش وبالمواطنين، فتسللوا إلى مناطق السودان، مناطق الزراعة، إلى الرعاة، وقتلوا من الجيش، وأمس قتلوا من النساء البريئات. هذا الأمر استفز الدولة السودانية، فكان حري بالجيش السوداني أن ينظف هذا الشريط الحدودي وأن يحفظ أمنه ويحمي بلاده من أي تدخلات خارجية ومن أي توغلات. الجيش الأثيوبي أظنه يدعم هذه الميليشيات، لأن هذه ميليشيات مسلحة يدعون أنهم مزارعين في الحدود السودانية الأثيوبية، يريدون الزراعة وكانوا يستأجرون أرض سودانية يزرعون فيها، ولكن تحول المزارعون إلى ميليشيا شفتة، يقتلون ويقتصبون وينهبون الخيرات السودانية. وكان موقف الدولة السودانية واضحا، الجيش السوداني أن يسيطر على الحدود سيطرة كاملة، ووصل إلى آخر نقطة، هذه الحدود التي أصلا ينبغي أن تكون واضحة ومعروفة وتقرها أثيوبيا، لأنها حدود مرسومة وواضحة في المعالم. والدولة السودانية قامت كثير من الجولات لرسم هذه الحدود وإظهار المعالم في القرن الماضي وفي السنوات الماضية، ولكن أثيوبيا تصر أن تجعل هذه المنطقة توتر، حتى تصرف العالم وتصرف السودان وأثيوبيا ومصر عن قضية سد النهضة، وحتى تحاول أن تحقق كثير من الأهداف وتنتبه أو تستمر عاطفة الشعب. طيب. الأثيوبي السيد ضوينة، يعني كل هذه الاتهامات التي تحدثت عنها هي ليست بجديدة، ولكن السؤال الأهم، لماذا الآن يعني يحاول السودان استعادة حقوقه؟ هل بدأ السودان الآن جاهزا لمثل هذه النزاعات؟ السودان هنالك 25 عاما كانت أثيوبيا تحتل هذه الأرض أو تضع اليد، لم نسميها احتلال وإنما تضع يدها على هذه الأراضي تتوغل داخل الأراضي السودانية، لكن السودان كان في ذلك الوقت يعيش حروبات كثيرة وأزمات متلاحقة، ما استطاع أن يتحرك تحركا عسكريا. لكن لماذا الآن أيضا؟ لأن السودان بعد الحراك الذي أو الحرب التي دارت بين تيغراي وبين أبي أحمد، خاف أن تتسلل ميليشيات أو جماعات مسلحة إلى الداخل السوداني وتدخل السودان في هذه المعمعة، ولهذا الجيش السوداني قام بتمشيط هذه المنطقة وقفل الحدود حتى لا تتسرب أي قوات معادية، وحتى لا ينتقل الصراع إلى الداخل السودان. تعلم الجيش الأثيوبي هنما ضغط على إقليم التيغراي لا بد من متنفس، فكان أقرب مجال هو السودان، لأن أريتريا أيضا حدود متاخمة ولكن مغلقة، جيش الأريتري كان متحدا مع جيش أبي أحمد، وبالتالي لا مخرج لهم إلا السودان، فالجيش قفل هذه الحدود واستغلوا وجود الجيش هناك، قاموا اعتدوا على الدورية العسكرية، فهذا السبب الأساسي في هذه الحرب التي اندلعت مؤخرا. يعني سيد ضوينة، هناك من يرى حقيقة أن تحرك العسكر الآن لاستعادة الأراضي السودانية المسكوت عنها حتى بعد توليهم مقاليد الحكم يرجع إلى الرغبة في التغطية على عملية التطبيع المفروضة شعبيا من قبل الشعب السوداني، ما رأيك؟ والله طبعا هذه كلها تحليلات سياسية، ولكن الجيش هو مجبر أن يدافع عن الوطن، لأن حقيقة
الآن بعد الثورة السودان يتطلع إلى واقع أفضل. صحيح التطبيع كان منهجا خاطئا للدولة السودانية خاصة للعسكر، والشعب السوداني وقف ضد هذا وسيبطل هذا المفعول إن شاء الله، وربما يكون هنالك خيط رفيع يربط بين هذا وذاك، ولكن الظاهر لدى الشعب السوداني الآن أن هنالك استفزازات ملحوظة من أثيوبيا ولا بد من ردعها. بعد ذلك إذا كان استغل الجيش هذه الفرصة ليعبر بالتطبيع ويغطي على التطبيع، الشعب السوداني لن يفوت هذه الفرصة، لأنه يفصل بين الأمرين. هذا واجب الجيش حماية الوطن، وليس واجب الجيش أن يطبع مع إسرائيل أو أن يتدخل في تحالفات مصرية ليس من شأن الفترة الانتقالية أن تبحث فيها. والشعب السوداني حسم هذا الملف منذ ستينيات القرن الماضي، حينما كان العالم العربي كله يتخوف من المبادرة. بادر السودان في 76 بمؤتمر اللواءات الثلاثة ووضع حجر عثرة أمام أي توغل إسرائيلي، وبالتالي الموقف ظل ثابت. الشعب السوداني والدولة السودانية أصبحت واحدة من ثوابت هذه القضية الفلسطينية، والانحراف عن هذا المسار يؤثر في هذه الثوابت الوطنية، والشعب السوداني سيجابه هذا التحدي بكل الوسائل وبكل الممكنات. فيجب أن يعي الجيش إذا كان يريد بهذه الأعمال العسكرية غطاء فهذا أمر لن ينجح، والشعب السوداني سينتبه لهذا الأمر وسيفوت هذه الفرصة. نعم، إذن الدكتور محمد أحمد ضوينة الأكاديمي والمحلل السياسي السوداني، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول، نشكرك جزيل الشكر.